بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء وموعد، والنهارده معانا النجمه الجميله صاحبه الظل الخفيف ميس حمدان. اتعرف على السيره الذاتيه مختصره في دقائق سريعة. الفنانة ميس حمدان من مواليد يوم 31/10 عام 1982، وهي من مواليد الإمارات العربية المتحدة، وهي الأب والأم من أصل أردني، ولكن تم انتقال الأسرة إلى القاهرة وعاشت فيها، وحصلت على كلية التجارة جامعة القاهرة عام 2004. والفنانة ميس حمدان تبقى شقيقة المطربة والفنانة مي سليم. الفنانة ميس حمدان تمتلك أكثر من موهبة. هو السيستم كده، انا بحس ان هم بيقولوا كده، اتصل عشان تكسب عربيه تركب فيها انت ومراتك، ولو بتخون مراتك يبقى تركب فيها انت وعشيقتك، ولو حصل لو يوم من الايام مراتك شافتك مع عشيقتك يبقى طلعها واتصل بيها. وتمكنت في فتره قليله بسبب خفه دمها وروحها الجميله ان تدخل قلوب الملايين في الوطن العربي. هي مغنية ورائصة وراقصة استعراضية وممثلة ومقدمة برامج. اي كده مش عارفة نقولها ازاي دي، انا حتى اللحن مش مزبطاه. يلا نجرب مع بعضين. طب قولوا معاها بقى. واشتهرت من خلال برامج تقليد الفنانين لخفة روحها. والفنانة ميس حمدان ليست متزوجة. أول بدايتها الفنية كان عام 2004 في مسلسل سواك حريم، لكن الشهرة الحقيقية بدأت لها في مصر من فيلم ظرف طارق عام 2006 مع النجم الكوميدي أحمد حلمي. قدمت العديد من الأعمال، نذكر لكم من أعمالها فيلم عمر وسلمى عام 2007، وفيلم كيف الحال عام 2006، وفيلم سمكة وصنارة عام 2018، وفيلم شارع 18 عام 2007، ومسلسل طاقة نور عام 2017. عندي عمل طاقة نور مع هاني سلامة، هنعرض برمضان، بقولكم بليز احضروه كتير حلو. ومسلسل الفرصة أو فرصة تانية عام 2021، وقدمت العديد من الأغاني الناجحة. وآخر أغنية لها كانت على اليوتيوب بعنوان صح صح، وهي كان حصل لها مشكلة بسبب إعلان الملابس الذي أثار الجدل في رمضان عام 2020. وعلى فكرة بقى بدأت قطنين القطن الحريمي تحف، واعتذرت للجمهور بسبب هذا الإعلان الذي لاقى نقد كبير من جمهورها على السوشيال ميديا. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن النجمة ميس حمدان.